عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا للاطلاع على موقف تشييد وتطوير عدد من الموانئ البحريه. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود تعظيم الاستفاده من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، وبتحويل ذلك الى قيمه اقتصاديه مضافه في اطار عمليه بناء القدره الوطنيه. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الفريق اشرف عطوه قائد القوات البحريه. ولواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني ولواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه ولواء بحري اركان حرب محمد فكري والعميد بحري عادل بحيري القوات البحريه والدكتور حسن ابو سعده استشاري الاعمال البحريه والدكتور اسماعيل شاكر مجموعه شاكر الاستشاريه والمهندس معتصم الغربلي مجموعه شركات الغربلي والمهندس أحمد عبد العظيم والمهندس حسام القاضي مكتب دار الهندسة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن سيد رئيس اطلع خلال الاجتماع على موقف الأعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية خاصة موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب وفقا لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية والبيئية بما يشمل حواجز الأمواج ومحطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض والمناطق اللوجستية والسياحية العالمية وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية ذكر المتحدث الرسمي أن السيد رئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة والقطاع الخاص إلى قيمة اقتصادية مضافة، في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في جميع المجالات.